الجيش الملكي المنهزم خلال أسبوع المنصرم أمام أولمبيك خريبكا في منافسات كأس الكاف فريق المغرب الفاسي. العسكريون كتحدوهم رغبة كبيرة لحسم مواجهة اليوم لصالحهم لرفع من معنوياتهم لخوض لقاء الجولة الأخيرة من كأس الكاف بعزيمة أقوى وللتأهل لمباراة النهائية اللي غادي تجمع ضد النجم الساحلي التونسي، هذا دون نسيان منافسات الدوري الوطني اللي كيحتل فيها الصف العاشر بفوز وهزيمة وتعادل، يعني لحد الآن عنده 4 نقاط. في مقابل ذلك هذا عربي غورا المدرب السابق للاتحاد الرياضي والآن هو مدير تقني في فريق الجيش الملكي. الآن كنشوفوا تركيز للاعبين قبل خوض المباراة. ففريق الجيش الملكي تأسس سنة 1958، عنده 11 مرة لقب البطولة، 8 مرات كأس العرش وكأس الاتحاد الإفريقي 2005 وعصبة الأبطال الإفريقية مرة واحدة سنة 1985. فمرحلة التركيز في المستودع هي جد مهمة بالنسبة للاعبين قبل الدخول للمباراة، وهذه الصور اللي كنشوفوها الآن، فكل لاعب عنده طقوس خاصة به للتركيز. أما مساعد المدرب فكيعطيهم التعليمات الأخيرة قبل الدخول لأرضية الملعب. هذا نور الدين القاسمي اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي، كان خدا تجربة احترافية بالديار الفرنسية، وهذه السنة فهو كينضم لصفوف فريق الجيش الملكي. وهذه تأسدية صلاة الجماعة لكل أعضاء فريق الجيش الملكي.